ركلة حرة لمصلحة المنتخب الوطني. كرة بالأمام، كرة رأسية، والهدف الثاني هدف أردني لأنس بن ياسين، هدف أردني لأنس بن ياسين. يتقدم منتخبنا الآن بهدفين دون مقابل، الهدف الثاني، وهناك الفرحة الأردنية الكبيرة. كما ذكرت وكما تمنيت، منتخبنا الوطني ينجح بأن يكون في المقدمة كما كان في المقدمة بالشوط الأول، ينجح بإحراز هدف آخر بالشوط الثاني. شاهد مرة أخرى المتابعة من أنس بن ياسين، وهدف بالتخصص، هدف بالتخصص من أنس بن ياسين. أنس أحرز الهدف الأردني الأخير في سنغافورة في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا.